بداية كنظن المستجد النفسي معنا في هذا اليوم التكريمي ديالو. بداية السي نهضرش يمكن تكون لنا الابتسامات ديالك والاحاسيس والمشاعر تجاه هذا التكريم هذا اللي خصته بالخصوص حتى لعبد صالح الدين الايوبي اللي خدمتي بها كاستاذ التربية البدنية. شنو يمكن تقول لنا على هذا اليوم هذا وشنو كيشكل بالنسبة لك انت المسار ديالك النسوة هذاك اللي باقي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا النهار من النهارات اللي كنحس بهم بشي احساس غريب، بخصوص تكريم المؤسسة للأستاذ فانا طول حياته في ممارسة الرياضة وفي خدمة الرياضة بما في ذلك مع الدولة أو مع الخواص. وفي الحقيقة هذا الشيء اللي داروه المؤسسة للأسف المحكمة فينا بهذا التكريم هو شيء كبير بالنسبة لي. وفي الحقيقة أنا سأفقد هذه المؤسسة والتدريب ديالها، أصدقاء والكلام قال لي تقال في حقي كيأثر فيا بزاف، وكنتمنى ما نكونش يكون هذا آخر مشوار تاعي أو تقاعد يكون نهائي، لأنني ما زلت سأنشط خارج المؤسسة لخدمة مدينة تغريس لأنها تفتقد الكثير من مجال التربية البدنية أو في مجال الرياضة بصفة عامة. ونتمنى أن نلقى جو اللي يساعدنا على هذا الشيء، وكنشكر الجميع ونشكر نشكركم بزاف انتم اللي كتهتموا بالناس نتاع ولاد المدينه او ولاد التوريس، وكنشكركم بزاف والحمد لله رب العالمين. شكرا سي جعده. كسؤال اخير، بحكم انك اشتغلت في هذا الميدان تاع الرياضه والتربيه البدنيه، شنو يمكن لك تقول لنا وشنو يمكن تقول للاجيال الصاعده على هذه الماده هذه؟ كيفاش خصك تتعامل معها وكيفاش خص التلميذ يحبها باش تمشي به بعيد ان شاء الله؟ في الحقيقة هو ميدان التربية البدنية هو ميدان واسع بزاف، واللي الانسان اللي ما كيتعطاش للرياضة بصفة عامة التربية البدنية غادي يجي واحد الوقيتة اللي يمكن يقولها له الطبيب يقول روح دير التربية البدنية او روح دير الرياضة. الرياضة هي فيها كل شيء، هي فيها رياضة، فيها أخلاق، فيها تربية، فيها سلوك، فيها معاملة، فيها لقاءات، فيها احنا الرياضة علمتنا بزاف وعرفتنا بالناس بزاف، كتعلم أخلاق وكتعلم سلوك وكتعلم والتربية البدنية في حد ذاتها كيفاش التلميذ باش يمكن يتعلم هذا التلميذ؟ خص الأستاذ هو اللي يحب التلميذ. أن الرياضة هي سهلة بحقها، هي صعيبة وسهلة. سهلة لأنها حيت كتمارس وصعيبة ملي كتبغي تمارسها. أنا أستاذ بالنسبة من في هذه النقطة الأخيرة نطرح لها كبداية، شنو هي بعض الصعاب والإكراهات اللي كيتعرض لها التلميذ والأستاذ ديال التربية البدنية داخل المؤسسة التعليمية بالتوليد؟ بعض الإكراهات إكراهات ميدانية، ما كاينش خصنا التلميذ ما عندوش فين يمارس، بسلاسة هذا الرياضة، ولا ما عندوش الأماكن فين كيخدم في الرياضة، أماكن ماشي في المستوى تاع المؤسسات. ثانيا القيمة تاع الرياضة بالنسبة للمجتمع مازال ما كيعطيهاش حقها، كيصحاب الرياضة كيقولوا غير اللعب. وهي ماشي غير هو كنقراو الرياضة، هي الرياضة راها ممارسة، الرياضة راها هي سلوك، هي معاملة، هي كل شيء في حياة الإنسان. واللي ما كيعرفش الرياضة راه ما كيعرفوش. استاذ سعد الرئيس كنشكروك مرة ثانية وكنشكروك على أننا حضرنا معك هذا التكريم هذا، هو في الحقيقة تكريم كان مهم، وكنتمناو أن جميع الأطر الإدارية والتربوية ديال المؤسسات ديالنا التعليمية أنها حتى هي تكرم وحتى هي تكون واحد التفاتة، وكذلك الجميع يعني هذه التجربة هذه تشمل جميع القطاعات والمجالات بإقليم تاوريت. وشكرا والسلام عليكم.